أنا اسمي إيهاب القاضي، أنا موجود هنا بقالي 32 سنة، بشتغل في الساعات القديمة، ودي وراثة أباً عن جد، وخصوصاً في الساعات الأنتيكس، الحاجات اللي ما بقتش تتصنع دلوقتي لأنها كلها صناعات يدوية. هو إحنا موجودين هنا من سنة 1929 عن جدي الحاج محمد القاضي الله يرحمه، وتوارثنا بعد كده لوالدي وبعد كده انا. الموضوع بتاع الساعات، احنا بنشتغل في حاجات المفروض خان الخليلي كان مميز زمان بالصناعات اليدوية. الصناعات اليدوية زي النقش على النحاس او النقش على الصدف او التطعيم، كل الحاجات دي شغل بتاع خان الخليلي القديم، ومن ضمنها تصليح الساعات القديمة، لأن الحاجات دي بتبقى محتاجة قطع غيار، وبتبقى محتاجة صبر، وبتبقى محتاجة وقت، وفي ناس طبعا بتقدر الكلام ده، وفي حاجات بتيجي ساعات ملكية من أيام الملك فاروق، جواز الملك فاروق بالملكة فريدة، حاجات أوروبية برضو من أيام الملوك والأمراء اللي بطلوا ينتجوها دلوقتي. والله هي الساعة النادرة، هي ساعة جواز الملك فاروق بالملكة فريدة سنة 38، عليها صورتهم هما الاثنين، ودي الحقيقة من الحاجات النادرة جدا، لأن كان الملك فاروق بيوزعها على الضيوف بتوعه. الساعات القديمة البوكيت ووتش اللي هي زي الحاجات دي كلها صناعة يدوية، مش داخلها اي مكان، وكلها كانت بتتميز بالحجاره الياقوت اللي محطوطه فيها والصناعه الدقيقه بتاعتها. الفرق ما بينها وما بين ساعات دلوقتي، ان ساعات بتاعت دلوقتي معظمها كوارتز، يعني بتشتغل بالبطاريه. هو بالنسبه للسعر بيعتمد على الماركه اول حاجه، الحاله تاني حاجه، تالت حاجه اتعمل منها كام قطعه.